مساكم الله بالخير جميعا. اليوم جاي لكم قصة قوية صارت معي أنا شخصيا. في البداية قررت أنا وصاحبي أن نسافر، فكل واحد فينا قاعد يقول الدولة الفلانية أو أنا أبي الدولة الفلانية، كل واحد يقول له دولة. فآخر شيء اتفقنا على دولة معينة أن نسافر لها. بدينا نحجز الفنادق ونضبط تذاكر السفر وغيرها. المهم خلصنا كل إجراءاتنا، صار موعد السفرة، جينا نبي نسافر، رحنا المطار ولله الحمد الأمور تسهلت وسافرنا. الموضوع مو هني، الموضوع وين؟ الموضوع ان هناك رحنا قعدنا أسبوع ورجعنا، وإحنا راجعين صار معانا الموقف. بيوم الرجعة قلت حق صاحبي موعد طيارتنا تقريبا على الساعة 7، فخلنا نحاول نروح مبكر يعني على الساعة 4 عشان لا تطير الطيارة، أو يمكن يصير شيء ممكن تحوشنا زحمة ولا غيره، فعلى الأقل نروح بوقت كافي. كان يقول أوكي. المهم خذينا أغراضنا، سوينا تشيك أوت من الفندق كل شيء، ورحنا حق المطار. المهم وصلنا الساعة 4 العصر وكان باقي تقريبا على الطيارة 3 ساعات، فرحنا حق أقرب كراسي يم البوابة وقعدنا فيه. كنت بهالوقت أنا وصاحبي بروحنا ما كان في ولا أحد بهذا المكان. بعد تقريبا ربع ساعة ولا نشوف شخص من إحدى الجنسيات العربية جاي. بس وين قعد؟ قعد بالكرسي اللي جبالنا يعني اللي قدامنا. المهم إحنا ما اهتمينا، قعدنا أنا وصاحبي قاعد نتكلم. ولا مرة واحدة يقول يجي لنا ويقول لنا عادي أقعد معاكم، عشان نقول له حياك الله بالعكس نتشرف فيك. المهم قعد معانا، بدينا نسولف، والأول سؤال يسأل أنتم من وين؟ كان نقول له من الكويت. كان يقول لي تعرفون المنطقة الفلانية والمكان الفلاني؟ كان نقول له إيه أكيد، شنو ما نعرف إحنا كويتيين، بعد هذه منطقتنا هذه ديرتنا أكيد نعرفها. كان يقول لي أنا عندي محل في هذا المكان، أي شيء تبونه تعالوا عندي وأنا حاضر. قلنا على المهم مشكور ما تقصر من هذا الكلام. بعدها بدأ يرتاح لنا الشخص هذا، بدأ يرتاح. فأنتوا تعرفون لما الواحد يرتاح يقعد يتكلم بريحية وما يأخذ يعني ما يحسب حساب حق أي كلمة يقولها، عادي يتكلم أي شيء. فهو قاعد يتكلم لاحظ شيء قريب، وكلام بصراحة ما عجب. أول شيء قاله تدرون ليش الكويت ما تتطور؟ كان نقول له ليش؟ كان يقول لأن ممنوع فيها الخمر. أوف أنا هني صدمت، شو قاعد يقول هذا؟ بس قاعد أقول هالكلام بقلبي عشان ما أبي أحرجه. كان يقول بما أن الدولة مالتكم ممنوع فيها الخمر، السياح لجانب ما راح يجي. هني أنا شوي بديت أشك إن الشخص هذا مو زين، بس قلت لا تظن في ظن السوء، خلنا نعطيه فرصة. المهم مثل ما قاعد أقول لكم الشخص هذا خلاص ارتاح علينا، فقام يقول كل شيء، قام يقول كل اللي عنده. فشوي شوي قاعد يتكلم، ولا يقول أنتوا بالكويت ليش ممنوع عندكم القات؟ القات معروف من المواد المخدرة. كان يقول ليش أنتوا ممنوع عندكم القات؟ هني أول ما قال هالكلمة أنا هني خلاص قلت هذا الشخص خلاص، تأكدت إن هالشخص مو مضمون، هذا شكله راعي مخدرات وغيره فابعد عنه. فشوي شوي قاعد احاول اوضح حق صاحبي ان خلنا نمشي، خلنا نحاول شوي نبتعد نقطع السالفه. وفعلا هذا اللي صار، بديت شوي شوي احاول لما قطعت السالفه معه. المهم شوي شوي ابتعدنا عنه. بعدها قعدنا انا وصاحبي قاعد نتكلم مع بعض. شوي شوي بعد تقريبا نص ساعه ولا يرجع لنا مرة ثانية، شفنا قاعدين لنا. شا أقول حق صاحبي هذا شي يبي، لا بالله سوى مصيبة اليوم. المهم يال لنا ولا يورينا جنطة بيدة، كان يقول لنا في مرة كويتية عندها وزن زايد ومو قادرة تدخله، تقدرون تدخلون هالجنطة معاكم؟ توني جاي بقول له هي حاضرة فعليك تستاهل، هذه بنت ديرتنا. توني جاي بقول له هالكلمة ولا أتذكر الكلام اللي قالنا قبل شوي عن الخمر والقات وغيره. كان أقول بقلبي
هذا يضمن لي يمكن جاي يحط لي فيه مخدرات ولا غيره ويبي يبلشني فيها. فقلت له لا والله ما اقدر، الوزن عندي زايد. انا الوزن مو زايد عندي، كنت اقدر احطها. بس قلت لكم من بعد ما سمعت سالفة القات والاشياء بصراحة خفت على طول. بعد ما سألني ورفضت راح حول على منه، راح حول على صاحبي راح يسأله. هني انا بقلبي قاعد اقول الله يستر ما يوافق صاحبي، اذا وافق رحنا فيها. المهم قاعد يسأل صاحبي عادي احط الجنطة عندكم وكذي. بهالوقت انا قاعد احاول ابين حق صاحبي بنظراتي، قاعد احاول ابين لان لا توافق، بس ايدي على قلبي ان يمكن ما يفهم صاحبي او يمكن ما يكون شايفني وهذا. فانا هني بهالوقت يعني بوضع مو طبيعي. سبحان الله ما ادري شلون صاحبي فهم على اللي انا قاعد اوريه، على اللي انا قاعد اتواصل معه بالنظرات، بس حتى ما تلفظت باي كلمه، عن طريق النظرات عرف ان انا شنو عندي. كان يقول لا والله ما اقدر. هذاك اللي معانا يقول ليش ما تقدر، انت جنطتك ما فيها شيء. هو شاف جنطتي فيها شوي كان اغراض، لكن جنطت صاحبي صدق ما كان فيها شيء، يعني يقدر يحمل وزن كثير. كان هني يقول الحين اخاف صاحبي يرد يوافق. كان الحمد لله يرفض. المهم لما وصلنا عند وزن الاجهاض، ولا صاحبي يسأل الموظف اللي قاعد على الكاونتر، ولا يقول له ايش في هالشخص اللي يحاول يعطينا الجنطة. كان يقول حتى انا مستغرب منه، كل ما يمر شخص يحاول يعطيها الجنطة، كل ما يمر شخص يحاول يعطيها الجنطة. فللحين احنا ما ندري شنو هالجنطة شنو فيها، لانه هو ما حطها عندنا. هني انا خلاص هني شكي يعني صار بشكل بصراحة مو طبيعي. المهم ركبنا طيارتنا وراجعين الكويت. واول ما وصلنا الكويت اللي نشوفه هناك المكان اللي جناه، واللي نصدم ان الريان معصوب ومتنرفز والجنطة ما كانت معه. انا هني مو بس زاد شكي، هني خلاص انا تقريبا يعني شبه ان عرفت ان في شيء بالجنطة. يعني على سبيل المثال انت لو الجنطة مو جنطتك، جنطة احد الاشخاص تبي تساعده، اقل شيء تسوي شو تسوي؟ انك تروح تدفع فلوس الوزن الزايد وخلاص وتدخلها، انت مو قرارك انك تساعده. شو سويت كذي؟ ثاني شيء الجنطة مو جنطتي، لو الجنطة مو جنطتك ليش تتعصب وتتنرفز وكذي؟ كان عادي انا مو جنطتي عادي، دخلت ولا ما دخلت هذا مو ذنبي، صح ولا لا؟ فالوضع كله يبين ان السالفة فيها شيء. لكن الى يومنا هذا للأمانة ماني متأكد هل الجنطة كان فيها شيء ممنوع ولا لا. ابي كل شخص فيكم يكتب بالكومنت شنو يتوقع، هل يتوقع ان الجنطة كان ممكن يكون فيها شيء ممنوع ولا لا؟ وثاني شيء لو انت كنت مكاني شنو كنت راح تسوي؟ راح تسوي نفس اللي انا سويته ولا راح تاخذ الجنطة؟ ويعطيكم العافية.